السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة أعزائي الطلبات، طلبة الصف الثالث الإعدادي، معكم فرحان عطية من قناة إنجليش مفر أرب. بداية شيء ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع أي جديد على القناة، والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائك عشان تستفيد غيرك، والتعليق أسفل الفيديو لو بكلمة تم عشان تدعم القناة في تقديم المحتوى المجاني المفيد. نبدأ، يلا بسم الله. مراجعة على التلات وحدات 13 و 14 و 15. Finish the following dialogue. A basketball player is visiting a school. Teacher, Captain Todd. Today, a famous basketball player is visiting our school. This Captain Todd. هنا بيسأل سؤال، يبقى نقول ايه؟ Do you think we could. على فكرة المفروض يا جماعة أول تحلوا الأسئلة دي وبعدين تراجعوا إجاباتكم معايا، وبعدين في الديالوج ده ما فيش حاجة اسمها إجابة صح وإجابة غلط. أي إجابة هتبقى تركيبها النحوي صح والمعنى بتاعها صح والملائمة للموضوع هتبقى إجابة صحيحة. Do you think we could ask you some questions؟ ممكن نسألك بعض من الأسئلة، ممكن نقول كده هنا في الجملة دي. هنا كابتن طارق رد عليه وقال له of course. طب what questions would the students like to ask؟ قال لي my friends، ده طالب، my friends say that I will never be good at basketball because I am not very tall. Is that right؟ الإجابة بتاعت كابتن طارق no it isn't. You don't have to be tall. When I started playing, I was one of the smallest boys in the class. باسل بيسأل سؤال، فراح كابتن طارق بيرد عليه I became the best basketball player in the class because I always trained very hard. يبقى هنا كان بيسأله بيقوله ايه how did، طبعا عشان نتكلم في الماضي، how did you become the best player. باسل كيف أصبحت يعني أفضل لاعب كرة سلة. باسل بيقول do you think one day I might be as good as you. maybe ربما مثلا. طيب write what you would say in each of the following situation. تقول ايه في المواقف الآتية. You would like to ask a teacher to explain why it is colder in the winter than the summer. بتسأل المعلم بتاعك ان هو يشرح لك ليه الجو بيبقى في الشتاء أبرد من الصيف. يعني ممكن تقول could you please explain to me why the winter is colder than the summer. You think that this lesson is very interesting. You want to know what your friend thinks of it. ممكن تقول what's your opinion of this lesson. طيب a friend tells you that he or she had interesting morning. First, he or she went to the park. You wanted to know more. What happened after that? اللي حصل بعد كده. Fantastic. Tell me more. أخبرني أكثر من ذلك. أي إجابة هتبقى صحيحة. Reading comprehension بفضل في عشان وقت الحان تبدأ بقراية الأسئلة. تبدأ بأسئلة وتفهم الأسئلة عايزة ايه وتسقط على طول على نفسه عشان ما تضيعش وقت في الكلام كتير. والقراية دي مهارة، حفظ كلمات مهارة مش حفظ كلمات. يعني انا المفروض انتوا تحلوا الاول وبعدين تسمعوا الاجابة بينهم، فانا هحل على طول بما ان انا قريتها قبليكو. What happened to the tourist when he went for a walk؟ اللي حصل للسائح لما ذهب اتمشى. Lost طبعا، ماشي، ضاع يعني أو تاه. Why do you think the farmer said that
he should have taken a phone. ليه ان هو لازم ياخد تليفون معاه؟ طبعا to حتى مثلا to او مثلا لكي اي اجابة هتكتبها صحيحة، يعني مثلا عشان ما يضيعش، يعني lost his way. To didn't lost lost didn't lose his way. To didn't lose، ما ينفعش اقول lost عشان هنا في didn't. To didn't حتى لا، مثلا ايه will not، لا الافضل هنا نتكلم في المستقبل. will not to will not، سوف لا حتى لا، سوف لا lose his way حتى ما يفقدش طريقه في المستقبل يعني بعد كده. What did the doctor say that the tourist should do؟ دي موجودة مباشرة، يبقى التانية دي كانت جاية غير مباشرة. ممكن انت بيقول لك تتكلم رأيك انت. الدكتور قال له ان هو يعمل ايه؟ طبعا sleep and drink lots of water، ينام ويشرب الكثير من المياه. What do you think the word delighted means؟ تعني كلمة delighted يعني ايه؟ ها، من خلال قراءتك للقطعة هتبقى معناها very happy، مسرور جدا او سعيد جدا. What does the underlined word there refer to؟ كلمة there دي تشير الى ايه؟ عشان اجي اعرف الكلمة بتشير الى ايه، اشوف الجملة من اولها واشوف الجملة اللي بعديها، بشوف الجملة اللي قبليها او الجملة اللي ايه اللي بعديها. هنا هتلاقيها هنا جاية مرتبطة بالجملة اللي قبليها، اللي هو there ديت عايدة على الهوسبيتال، المستشفى. طيب اسيب لكم سؤال الستوري، القصة تجاوبوه، لو في حاجة مش واضحة مش عارفين تجاوبوها ممكن تكتبوا لي في التعليقات اسفل الفيديو. هنا سؤال الاختيارات، احمد asked me what doing yesterday at 4 o'clock. I ها اجابة I was doing، انا كنت بعمل ايه؟ موضوع ماضي مستمر عشان في تحديد للزمن. Some beautiful flowers، حد ما يقول لي ليه was I؟ لا، ما لازم هنا عشان الكلام هنا reported speech. ماشي، some beautiful flowers planted outside the school have been planted، زرعت خارج المدرسة. If you visited the zoo on Friday it might be very busy. This email asks for my computer password. It must be a scan. My brother broke his phone and needs someone to repair it. It's hot today. It must be about 40 degrees. Visualize the following using the words in brackets to give the same meaning. استخدم كلمات اللي في بين الأقواس بحيث إن هي ما تغيرش معنى الجملة. Perhaps if we see the teacher she can help us with our homework. هنشيل كلمة perhaps دي عشان هي مرادف لكلمة might. هنقول if we، طبعا الكلام هيبقى في الماضي، القاعدة التانية، الحالة التانية من حالات if. If we saw، لو احنا رأينا the teacher، المعلمة، she might help us with our homework. الجملة التانية what's the name of the biggest city in England. مفيش حاجة هتتغير خالص في الجملة دي، هي كل ما فيها اقول I like to know، انا اريد ان اعرف what's the name of the biggest city in England بس كده. They didn't like the color of the house so they decided to paint it again with a different color. Repaint. خلي بالك بقى هنا عشان في انت الماضي هنا التام هتستخدمه، هنا ماضي بسيط يبقى التانية هتبقى ماضي تام. هم لم يدهنوا المنزل so لذلك they had repainted، دهنوا
شال decided to repainted خالص repainted it اعادة دهنه again with a different color. الايميل بقى انتم ممكن تكتبوه في اي موضوع من الموضوعات دي، اختاروا جمل سهلة وبسيطة في المضارع البسيط كده، ما تصعبوش الموضوع على نفسكم، وتراعوا علامات الترقيم من punctuation. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابعوا اي جديد، والاعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع اصدقائك غيرك والتعليق اسفل الفيديو لو بكلمة تم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.